ما يحصل الآن في البيت الجوي متوقع بالنسبة لكم لو أمر غريب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكابتننا العزيز كابتن مجبر، تحية لأخويا كابتن أبو علي. حياك الله. الموضوع قديم. قديم. أستاذ علي، أنا في أكثر من مناسبة بعد تولي مع الكابتن أحمد خلف تدريب القوة الجوية. نعم. يعني هناك أمور كثيرة متشعبة في نادي القوة الجوية، انقسامات إذا كانت في الإدارة وإذا كانت بين الجماهير وأيضا بين اللاعبين. حتى بين اللاعبين أكيد موجودة هذا الشيء. تحس كل إذا كان إدارة هناك ثلاث مجموعات، إذا كان بين الجماهير تلقى ثلاث مجموعات متنافرة، ما أقول لك مجموعات متفقة، لا، كل مجموعة ضد مجموعة بالآراء، حتى لو كانت الآراء صحيحة، لكن ما دام هذا الرأي صراع علني، ما دام هذا الرأي اتخذته هذه المجموعة أنا ضد هذا القرار حتى وإن كان صحيح، بالإضافة إلى الانقسامات داخل الفريق. حرام اللي جاي يصير بهذا الفريق العريق الكبير. أنا أعزي على التخبطات الإدارية. منشوف بطل دوري وكاس يبدل أربع مدربين مرحلة ونص، إذن هناك عمل غير صحيح وهناك رؤية اعتبرها معدومة، والعمل آني بسبب قرارات الجماهير بإقالة المدربين. كان هناك تدخلات قوية من حيث إقالة المدربين، جماهير تقيل مدربين أكيد طبعا، واللي صار بالقوة الجوية هو إقالة أحمد خلف، هو قرار من الجماهير ليس من الإدارة. جمهور قال أحمد خلف أكيد طبعا، وهذا ما كان واضح للعيان، إذا كان إعلام أو كان صحافة أو كان جماهير. وأنت تقول حتى الجمهور ثلاث فرق، ما حد سند أحمد خلف في وقتها؟ يعني ثلاثة هم اتفقوا عليه؟ لا موت.